السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم فيديو جديد وكالعاده مع المنتجات اللي تعجبكم. اليوم جبت لكم كوفل ذكي هاو لهنا ليكيب. كنت درت من قبل على كوفل ذكي اخر يشبه لهو ليكيب، لكن يجينا بمواصفات مختلفه وبسعر اكثر من هذا. كي نلقى باللي يعجبكم منتجات ليكيب نوع لكم فيهم باش تلقاو الاختيار الافضل لكم. الفرق بين هذا الكوفل الذكي والكوفل الذكي اللي فات ان هذا يجي صغير في الحجم ويجي ما فيهش الكاميرا واقل سعر من هذاك اللي فات. هاي علاش قلت لكم نحب نوع لكم باش تلقاو الاختيار الافضل. المهم راح نتعرفوا على هذا الكوفل الذكي مليح في هذا الفيديو. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك في الفيديو هذا هكذا باش نواصل ونستمر في نشر هذا المحتوى. ما نطولش عليكم، يلا نشوفوا محتويات العلبه. هذه هي العلبه اللي جينا فيها المنتج تاعنا، راهي فاسده شويه. شوفوا اللي هنا فليك ولا هنا كذا في الجمارك فتحوها. ايا كي عاد جايه في الطريق مع شويه مرميد منا ايا فسدت شويه العلبه، لكن المنتج راه لاباس به. يلا نشوفوا محتويات العلبه مع بعضنا. نفتحوا فوالا، اول حاجه نلقاوها ليكيب هادو، هذه اللي يوري لك كيفاش تركبها، ومن هذه باش دير القياسات باش تركبها في الباب تاعك. يقول لك خرب الباب لهنا ولهنا ولهنا، تما يوري لك كيفاش تخدمها مليح. هذا كتيب التعليمات اللي جامي قراه ولا واحد، لكن ننصحكم في هذه يعني كيف في هذه المنتجات قراوه، قراوها ليكيب والله ماشي كيما في الهواتف كامل ما تقراوهش. المهم هذا هو المنتج تاعنا كما راكم تشوفوا. اول حاجه نهزو هذه لاسيرير تاعنا، هذه لاسيرير ليكيب كما راكم تشوفوا. هذه هي اول حاجه، هذه اللي تركبها ايضا في الباب. نشوفوا لهنا نلقاو لي كارت هادو، هادو لي كارت شغل تفوتهم ليكيب قدام الباب، هكذا قدام الباب تفتح لك. وطبعا نلقاو ايضا هادو تاع باش تركبهم في لاسيرير تاعك مع لي بولون من لهنا. وبعدها نجبدوا المنتج تاعنا الان. هذه هي الفايده هذه هي الفايده تاعنا. فوالا هذه هي كما راكم تشوفوا، هذا الجزء الداخلي ليكيب، هذا الجزء الداخلي، وهذا الجزء اللي يجي من برا. اللي يجي من برا نلقاو فيه يعني الشاشه تاعنا وين تكتب وكذا. ها هو لهنا، هذا يجي من برا وهذا كيجي من داخل. ها هو لهنا تلقى الاعداد وكذا لهنا باش هذا يشعل فيهم الضو كي تركبوا. تسمى المنتج ما فيهش بزاف زعما بزاف تعقيدات ولا هذا، واش يجينا في البواط. الكوفل الذكي هذا انا ركبته هكذا برك امامكم باش نجربوه مع بعض ونشوفوا الخدمه تاعو، باسكو راني عندي واحد من قبل ركبته ديجا. المهم تركبه في البوابه تاعك، تديه للنجار يركبه لك ويخرج بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هذه هي الجهه الخارجيه اللي تجي برا ليكيب، واللي من هي الجهه الداخليه اللي تجي في البيت تاعك ولا في الدار تاعك. راني مركب في البوابه تاعي واحد، تسمى راني ركبته امامكم لهنا نوري لكم كيفاش يخدم ونعطيكم بعض النصائح ليكيب. كي تدوه للنجار باش يخدم لكم هاد لاسيرير في البوابه تاعكم، ننصحكم ادو هادو ليكيب ها من لهنا باش يقيس لكم عليهم. هادي ادوها باش يقيس لكم قد البوابه تاعكم ويخرب لكم ولا يقص لكم الباب قد لاسيرير هادي باش تركب لكم مليح. المهم ليكيب دوك نجربوها مع بعض. انا ركبت لها لي بيل كما شفتوا في لا فيديو، نركبوا لها لي بيل لهنا ونحطوها مباشرة تمشي تركب بهذا الخيط هاو لهنا، هذا فقط يركبوا مع بعضهم ونركبوا لاسيرير تاعنا بين الجهة الداخلية والخارجية وشوفوا معايا كيفاش تخدم. من لهنا تخدم بالبصمة كما راكم تشوفوا، لهنا بالبصمة ولهنا تخدم بهادو ليكيب. راكم تشوفوا الأرقام هادو اللي هنا، راكم تشوفوا ليكيب هادو الأرقام، تفتح بالكود وتفتح بالبصمة وتفتح أيضا بلي كارت. هادو ليكيب هادو لي كارت تفوتها لهنا برك، لهنا تفتح البوابة تاعنا. شوفوا معي بهذه الطريقة. هذا الكوفل الذكي تتحكم فيه بشكل كامل عبر تطبيق تيا اللي تلقاه في البلاي ستور ولا في الاب ستور. مثلا كيجي واحد داخل في الباب تقدر تهضر معاه، تقول له شكون انت، يهضر معك، تسمعه في الهاتف تاعك حتى وتكون انت بعيد يعني على داركم. مثلا راك في ولايه واحده اخرى ولا وجا واحد داخل ولا
تقدر تسمح له انت باش يدخل، ولا تقدر حتى تعطي له كود باش يدخل، دير له كود مؤقت يعني يفتح به مره واحده برك. تسمى بهذا لابليكاسيون تيا تقدر تتحكم فيه بشكل كامل. وطبعا كما قلت لكم فيه البصمه، تقدر تفتح بالكود وتقدر تفتح بلي كارت هذوك اللي عطاهم لنا مع هاد القفل الذكي. تقدر تشارجيهم فيه من فد شحن، تشارجيها ليكيب بشكل عادي، تطول لك اطول مده ممكنه. تما تحط له 4 لي بيلا ليكيب، تنسى عليهم من الاخر، تنسى عليهم، ما تزيدش تخمم في الباتري تاعهم باسكو ما تاكلش خلاص. تحط له 4 لي بيلا تنسى خاوتي، وخصوصا كي تزيد تشارجيه عنده من فد شحن. تسمى من ناحيه البطاريه نقول لكم باللي فور بزاف. كما شفتوا عموما هذه هي المواصفات اللي جينا بها هذا القفل الذكي، واللي حاب يشوفه مليح مليح كيفاش يخدم راح نخلي لكم الفيديو تاع القفل الذكي اللي فات في الوصف تاع هذا الفيديو، شوفوا كيفاش يخدم، كي يكون راكب في الباب كيفاش تغلق كذا. ثم راهو كيما القفل هذاك لكن ما يجيش فيه الكاميرا فقط، يخدم كيما هو، يفتح بلا كارت كيما شفتوا. تسمى تقريبا نفس المواصفات وببري اقل ليكيب، راه يدير في حوالي 70 دولار، تسمى بدراهمنا في حدود المليون ونص. هادو هما الاسعار تاعهم عالميا، يعتبر من الارخص والافضل هذا القفل الذكي. وهذا مكان نخلي لكم الرابط تاعو في الوصف، الناس اللي حابين يشروه ولا يضربوا طله. وهذا مكان بقالي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو لي في رواحكم، سلام.